السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنعمل وصفة حلوة قوي، وهي الجلاش بالمكسرات. بس قبل ما ابدأ الفيديو، ما تنسوش صلي على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الوصفة دي طبعا من أجمل الوصفات اللي أنا بحبها، حلوة جدا، تقدري تستخدمي فيها أي نوع من أنواع المكسرات. عندك كاجو، عندك فستق سوداني، لوز، بندق، أي نوع من أنواع المكسرات. يلا نبدأ وصفتنا مع بعض. أول حاجة هبدأ بيها وهي السيرب. هنزل بكوبايتين من السكر عليهم كوباية كبيرة من المية بالشكل ده، وأول ما يبدأ يغلي معايا هنزل بليمونة بالشكل ده، وهبدأ أرفعه من على النار. شايفين طلع حلو جدا ما شاء الله وتقيل. شايفين أهم حاجة في شربات الحلويات يبقى تقيل. شايفين جميل جدا ما شاء الله. يلا نبدأ في وصفة الجلاش. عندي مكسرات وسمنة ولفة من الجلاش. طبعا الوصفة دي من أجمل الوصفات، وكمان مش بتاخد وقت كتير، هنعملها في 5 دقايق بس. أول حاجة هبدأ بيها وإن أنا هجيب ورقتين من الجلاش بالشكل ده، وهفردها على الكاونتر، وهبدأ أوزع عليها السمنة بالشكل ده. أتأكد إن السمنة غلفت كل ورق الجلاش بالشكل ده. شايفين حلوة جدا ما شاء الله. وهبدأ أضيف المكسرات، بس هلف الورقة عشان اقدر الفها كويس قوي، وهبدأ الفها بالشكل ده، رول كده بالشكل ده. شايفين طبعا مفيش اسهل من كده، حلوة جدا وكمان مش بتاخد وقت، وفي نفس الوقت شكلها حلوة قوي. هبدأ اشيل الزيادات وهبدأ اقطعها بالشكل ده. اهم حاجة السكينة تبقى بالجنب بالشكل ده، وابدأ اقطع. شايفين شكلها حلو جدا ما شاء الله، وهشيل الزيادات. هجيب صينية وهبدأ أوزع عليها كده السمنة بالشكل ده. شايفين، وهبدأ أضيف الجلاش في الصينية بالشكل ده اللي أنا قطعته معاكم. هبدأ أرصه كده بالشكل ده، شكله حلو جدا ما شاء الله. وعادي جدا اي زيادات تقع على الصينية هنقدر نشيلها بسهولة عشان ما تتحرقش معانا. وبكده الصينية تبقى جاهزة معانا. شايفين شكله حلو جدا ما شاء الله، حلو قوي. هبدأ بقى ادهن كل ورقة من الجلاش بالسمنة كده بالفرشة بالشكل ده. شايفين حلوة جدا عشان تاخد لون. وده طبعا شكل الجلاش بعد ما خرج من الفرن، حلو جدا، ما خدش اكتر من دقيقتين بالكتير قوي وخرجته من الفرن، شكله حلو جدا. هنزل بيه بالسيرب البارد، حلو جدا، وعايزة اقول لكم ريحته تجنن ما شاء الله. وده شكله بعد ما قدمناه، اتمنى ان انتوا تجربوه. دمتم في رعاية الله وحفظه، سلام عليكم.